تساءل الموسيقار محمد عبد الوهاب في سنوات حياته الأخيرة عن سبب غزارة الأغاني المنتجة سنوياً، واصفاً ذلك بالظاهرة غير الصحية وبالإنتاج غير الصحي. فكل عمل فني لا يرتكز على مقومات مهنية عالية فهو زائل لا محالة، والدليل غزارة الفقاعات التي تطفو أحياناً على سطح الساحة الفنية والتي تنطبق عليها مقولة ذهب مع الريح، والدليل أيضاً تلك الخوالد والروائع التي ترسخت في الذاكرة ولا تزال تعتبر النقطة المضيئة ومعيار الذوق والتذوق للفن الجميل. أهلاً بكم. كان يا مكان حكاية ترويها العجايز للصبيان، قبل ما تنام يظنها راوي عمان زمان، عباني الكلام كان مكان. أنا وحبيبي عشقين الاثنين، رعى الغنم عايشين هنين فوق المرج الخضر بالليل مزارين، غني ونحلم في الصبح نخرجوا متعلقين، نحلم وخير البلاد نديرو عرس ونولولاد، هكذا حلمنا كان يكبر. كان يا مكان فن طرب سحر وجمال، كان يا مكان ذوق وأذن موسيقية تسمع وتستمتع، وكان يا مكان أسماء وعمالقة اشتغلوا صنعوا وأبدعوا. هذا بالنسبة للماضي مشاهدينا، فماذا عن حاضر الأغنية اليوم؟ يقولون إن الأغنية اليوم تعيش فوضى فنية بسبب ما يسمى بأنصاف الموهوبين والموسيقيين الذين يسرحون ويمرحون في الساحة الفنية ويعبثون بل ينكلون بجسم الأغنية. فإذا نظرنا إلى الإنتاجات الغنائية اليوم فهناك كم هائل، لكن على حساب الكيف والنوع وعلى حساب الذوق العام والحس الجمالي للمتلقي. فالأغنية الجميلة هي عمل نوعي يستوجب وقتا طويلا ما بين البحث عن الجوهر من نص ولحن مناسبين وأداء يترجم العمل بلمسة إبداعية تداعب الروح والوجدان. لا شك أن صناعة الأغنية الناجحة تبدأ من اختيار النص الغنائي وانتقاء الكلمة بعناية فائقة، كلمة تغازل المتلقي بعمقها ومعانيها. لكن هل المعادلة مكتملة اليوم بين الكلمة واللحن؟ وهل هناك دراية ومعرفة حقيقية بأسس ومعايير النص الغنائي؟ ولماذا كثرت العشوائيات وتملكت الرداءة والركاكة جسم الأغنية بشكل عام؟ ألم يعد هناك كتاب حقيقيون للنصوص الغنائية؟ أم غاب الشعراء أو بالأحرى غيبوا عن الساحة الغنائية؟ ومن المستفيد من انحدار وتقهقر صناعة الأغنية؟ وكيف يمكن الحصول على فضاء فني صحي يساعد على الارتقاء أكثر بالأغنية المغربية وبالتالي الارتقاء بالذوق العام؟ لابد مشاهدينا من إيجاد التوضيحات المناسبة والإجابات المقنعة لهذه الإشكالية، إشكالية ركاكة ورداءة الكلمة والنص الغنائي اليوم. ولنثري الحوار يسعدني أن يكون معنا فنانة من بين أقوى الأصوات النسائية، تعتبر من الجيل الذهبي، أبهرت بأدائها المتميز من يعرفها وتبهر اليوم من لم يكن يعرفها. غابت عن الظهور الإعلامي لسنوات طويلة إلا أنها عادت مؤخرا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون بشرة خير على الساحة الفنية نظرا لمؤهلاتها الفنية العالية. عشرت مع النجوم العرب كسيد مكاوي، ميادة الحناوي، جورج وسوف، سميرة سعيد وغيرهم من الرواد، إلا أنها كانت خارج دائرة النجومية وهي النجمة بامتياز بصوتها وبفنها. فنانة سعاد حسن، مرحبا سيدة سعاد، أهلا وسهلا بك. شكرا، شكرا على الترحيب، وكنشكركم الطاقم كامل بوجودي معكم، وكنشكرك. أهلا وسهلا. شرفتيني.
فنان عازف على آلة القانون في الجوق الملكي، منذ الصغر كان له ولع كبير بالموسيقى وخاصة بالطرب الأندلسي. لامست أنامله في البدايات آلة العود وأتقن وتفنن في التعامل مع هذه الآلة الأصيلة، حيث انتقل إلى الريشة العربية الشرقية ونهل من مدارس عريقة كمدرسة السنباطي وفريد الأطرش. عشقه للفن الطربي الأصيل دفعه إلى دراسة آلة القانون التي أصبحت تلازمه في مشواره الفني. رافق العمالقة كوديع الصافي وصباح فخري وورد الجزائرية في عدد من الحفلات، وشارك في عدة تظاهرات فنية ومهرجانات عبر القارات الخمس، مدرس لفن الغناء العربي من أدوار وموشحات الفنان تامي بالحوات. سيد تامي، مرحبا بك. مرحبا بكم، وجزيل الشكر العظيم لامتنان على الاستضافة ديالكم والقناة ميديا أن تيفي. أهلا وسهلا بك سيد تامي. أهلا وسهلا. شاعر باحث وإعلامي يتفنن في كتابة ورسم الكلمة بأسلوبه الخاص، له خصوصيته في الإلقاء وتمرير أشعاره وبطريقة فيها الكثير من الإبداع. هو الذي حاز على عدد من الجوائز المحلية العربية والدولية، مثل المغرب أحسن تمثيل في عدة مهرجانات داخل وخارج ربوع المملكة. له مجموعة من النصوص الشعرية المغنات، سواء تعلق الأمر بالقصيدة أو الأنشودة. ديوانه الشعري ونظرا لقيمته الفنية الإبداعية ترجم إلى أكثر من لغة. الشاعر أحمد الحريشي، سي أحمد مرحبا بك. أهلا بي عندكم وكل قصيدة وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للشعر. أهلا وسهلا بكم جميعا الضيوف الكرام. يعني الموضوع اليوم سيتركز حول طبعا الأغنية المغربية، وفي ظل ما يعرض اليوم يعني على مسامعنا من أعمال غنائية بأشكال وألوان، هل نحن اليوم أمام أزمة كلمة، أزمة نص غنائي؟ أبدأ معك سيد تامي. طبعا الأزمة الكلمة هي اللي دائما كانت تخلق أزمة اللحن. نعم. لأن الكلمة كانت تلهم الملحن، وطبعا العلاقة الوطيدة بين الملحن والشاعر، ولا أقول هنا كاتب الكلمات، كانت جد مقربة حتى تخرج من ما يسمونه من جوف الإحساس ديال الشاعر. نعم. إذن الكلمة إذا كانت منحطة بين قوسين، اللحن ما يمكنش يكون يتوافق معها وما غيكونش إبداع إطلاقا. طيب يعني أستاذ أحمد، برأيك لم يعد هناك وجود للكلمة العميقة في جسم الأغنية اليوم؟ فعلا يمكن أن ننطلق من هذه المسلمة لنضع أيدينا مباشرة على الداء، على النزيف الذي اكتنف الأغنية المغربية الآن من كل جانب، وبدأ يتفهها ويقطع علاقتها مع تراث راقي من الموسيقى، سواء تعلق الأمر بالتنوع الشعبي للموسيقى المغربية، حيث نجد أنماط متعددة تقارع الآن وتعتبر من التراث العالمي وليس فقط تراث هوياتي مرتبط بالمغرب، وأيضا الموسيقى الأندلسية بمختلف أنماطها. نعم. هذه الموسيقى الهجينة الآن فعلا تستحق أن نقف وقفة محاسبة لها، لأنها ترتبط مباشرة كما أشرتم للذوق العام. نعم، ولا بد من أن يعني نخصص حيزا كبيرا للأغنية المغربية، نظرا لعرقتها وقدمها، ونظرا لتلك الهوية المغربية الأصيلة التي يعني يزخر بها الفضاء الفني المغربي. سيدة سعاد حسن، يعني أولا نتشرف بحضورك معنا اليوم. أنت عدت بعد سنوات طويلة من الغياب، ولكن يعني لك مؤهلات وكفاءات وصوت، خامة صوت يعني يشهد بها النقاد يعني يعني والمختصون. برأيك يعني هل فعلا الأغنية المغربية تعاني من رداءة النص الغنائي اليوم؟ أولا هذا السؤال وجيه. نعم. احنا فقدنا الكلمة وفقدنا اللحن. نعم. كان ردوا اللوم أن الأصوات ما كاينينش، أو أن فالأصوات موجودين، ما كاينش المسؤولين اللي غادي يراقبوا هذا الشيء اللي كيتغناه، هذا الشيء اللي كيدار. نعم. لو كانت المراقبه كنظن كانت الاغنيه المغربيه ديما في الاوج ديالها، ديما وترتقي اكثر، ديما تكون. نعم. اغنيه راقيه. نعم. فما نبقاوش نلوموا ان احنا كاينه واحد الموجه غنمشيو معاها. الموجه كتسالي ولكن الاصاله ما كتساليش. صحيح.
طيب يعني تعقيبا على هذا الكلام سيتامي، ما سبب غزارة الأعمال الغنائية اليوم التي تشهدها الساحة الفنية يعني هنا في المغرب، والتي معظمها تعاني من ركاكة ورداءة؟ وهذا يعني ليس برأيي، هو رأي النقاد والمختصون في عالم الموسيقى، حيث يقولون أن ما ينتج اليوم في الساحة الفنية هو إملاء فراغ بفراغ. ما رأيكم؟ طبعا هو فراغ في رأيي. هنا أتذكر مقولة لسيد قطب كتعريف لأي عمل أدبي، يقول في كتاب النقد الأدبي، يقول العمل الأدبي هو تجربة شعورية في صورة محية. إذا باش يكون عندنا واحد العمل أدبي سواء قصيدة أو زجل أو نثر أو نثر فني، يعني هاد جوج شروط خصهم يتوفروا. نعم. ضروري ضروري من شرطان، هو تجربة شعورية، يعني يجب الشاعر أن يكون عاش التجربة، ثم الصورة المحية، هما ركنان. إلى اختل واحد ما كاينش. الكلام ما نسمعه حاليا هو نوع من الهرطقة، لأنه خرج على بزاف ديال الأسس والمقومات الأغنية المغربية، والكلام يعني من إلى ما هضرنا شيء على الأغنية المعاصرة غنهضروا. نعم. على القديمة ابتداء من بوجمع الفروج اللي يعرفوه بزاف ديال الباحثين. نعم. بوجمع الفروج هو الملقب بالفروج، سميته بوجمع الفيلالي، والذي أخذ عنه. نعم. حسين السلاوي. يعني لو على الأقل لو نهجوا منهج هؤلاء. نعم. السلف الصالح كانت تكون شي حاجة مزيانة، ما حاليا ما كاينش إطلاقا. طيب يعني أستاذ أحمد، غزارة الأعمال الإنتاجات الغنائية اليوم، يعني هل هذا يفسر ربما قلة المبدعين والموهوبين الحقيقيين في عالم الأغنية؟ أنا أتصور. نعم. أننا لا نملك، لا ليس هناك أزمة كلمة. نعم. هناك أزمة شعر. نعم. إذ هناك فرق عميق جدا بين الكلمة التي تغنى والشعر الذي يجب، سواء بنمطه الفصيح أو الزجلي الذي. نعم. يجب أن يسود القصيدة. العلاقة بين الشعر والغناء هي علاقة وجودية منذ الأصل، كانت الموسيقى وأرادت أن تقول الموسيقى شيئا فكان الشعر. لذلك نجد أن أكبر مدونة تراثية التي حملت أدب العرب هي الأغاني، سميت بالأغنية لأن الشعر العربي وجد كما يقول أدونيس إنشادا، أصله إنشاد وغناء. نعم. لكن الإشكال الأساسي هو أننا نعاني من الكلمة التي تسللت للأغنية بدون أدنى شروط فنية تراعي معايير الذوق وتراعي معايير الإيحاء. الشعر ليس هو الكلمة التي تردد ما يقال في السوق والشارع، الشعر هو كلمة لكنها مغلفة بنمط من الجمال والدهشة. نعم. الشاعر لا يقول لنا، صاحب الكلمة يقول لنا السماء تمطر اشتكى تطيح، لكن كاتب الكلمة يقول لنا السماء تبكي، السحابة كتبكي بلغة أخرى مفارقة. نعم. ما نعيشه اليوم هو عبارة عن انحطاط فني حقيقي، وهنا كما جاز الأستاذ أن يستشهد هنا بسيد قطب، يمكن أن نعود أبعد من ذلك إلى ابن خلدون الذي قال أن أول ما يسقط من الحضارة، أي حضارة كيفما كانت. نعم. أول ما يسقط منها هو الغناء والموسيقى. صحيح. صحيح. الموسيقى معيار حقيقي لمعرفة. نعم. ذوق الشعوب. لذلك يمكن. صحيح. أن نقر معك. نعم. أننا نعيش في زمن الجزر الفني. نعم. زمن التراجع، والمؤشر الدال على ذلك. نعم. هو موسيقانا التي أصبحت الآن. طيب. عبارة عن خطاب استهلاكي يخاطب الجسد. صحيح. دون الروح. سيدة سعاد، يعني بعد هذا التشخيص يعني العلمي الأكاديمي من قبل الشاعر أحمد الحريشي، يعني لابد يعني أعطينا رأيك، يعني ما سبب غياب الشعر الغنائي في الأغنية اليوم؟ لماذا الأغنية مبتعدة عن الشعر، مبتعدة عن القصيدة؟ أنا يمكن نفسرها بطريقة شوية شعبية. أنا لما كنشوف دابا الإساءة للأغنية المغربية بهذا. نعم. هذا البركان اللي خرج دابا، كاين طغيان مادي، يعني كلمات مادية، أداء مادي، يعني ما عندكش كيفاش تحكم على، ما كايناش ديك الروح ديال الانسجام لا بين الكاتب ولا الملحن ولا واحد الوقت كان الشاعر كيكتب كيعيط على الملحن، كيجلسوا واحد الجلسه فنيه ويجلس معهم حتى المطرب، كيعيطوا يعني المطرب. نعم. كيختاروا منظومه كيختاروا المطرب اللي غيأدي. نعم. كيناقشوا هما بجوج هاد الاغنيه غتجي مع الصوت ديال، كيجي الفنان المطرب اللي غادي يغني كيكون واحد الروح
الشاعر كيعطي الروح للملحن، الملحن كيعطي الروح للفنان، كتولي انسجام في أغنية. نعم، هما ثلاثة الأفراد، وهذه هي صناعة الأغنية. يا سلام. نعم. أما حاليا إساءة للأغنية المغربية. نعم، إذا نستمع لبعض الإضافات لسيد أحمد، تفضل. أشارت فنانتنا الكبيرة إلى كون العلاقة ثلاثية. نعم. يعني الملحن الكلمة المطرب. نعم. هذه العلاقة كانت تضبط الأغنية المغربية في مرحلة كانت الإذاعة والتلفزة تتبنى هذا الخط الجمالي، خصوصا في مرحلة ما بعد الثلاثينيات، على مدى ثلاث عقود تقريبا كان الملحن والمغني والمطرب يذهبان للإذاعة التي تتوفر على جوق حقيقي، يتبنى ويستطيع أن يميز الغث عن السمين، الجميل عن القبيح، وتتوفر على لجنة رقابة ولجنة. نعم. رقابة، مما خلق لنا الروائع التي استمرت في الزمن. صحيح. الإشكال الأساسي الآن أن علاقة التواصل بين المطرب والجمهور لم تعد ثلاثية فقط، تحتاج إلى صاحب كلمات وإذاعة وملحن. الآن دخل طرف أساسي وهو المنتج. نعم. هذا المنتج الذي حرك الآلة المادية التي تحدث عنها. نعم. منطق الربح وتعليب الأغاني والهدف الأساسي، وهذا ما يفسر هذه الرداءة، هذا ما يفسر اليوم. وهذه الهشاشة وهذه الهشاشة. نعم. ضمن ثقافة البلوز والسيرة. طيب، دعنا أحمد نرى كيف يعني تترجم الكلمة الجميلة العميقة إلى لحن، إلى إبداع بصوت جميل للفنانة سعاد حسن. وش راح تسمعينا سيدة سعاد؟ غادي نديرو أنت عمري. رجعوني عليك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحوا، شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، بارك الله عليك، بارك الله عليك. وش هذا الصوت، هذا الصوت الجميل سيدة سعاد؟ يعني نتساءل يعني أنه هذا الصوت الجميل القوي، وكنت بعيدة عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، لماذا؟ ماشي أنا اللي كنت بعيدة عن الساحة الفنية. شكون اللي كان بعيد؟ وكان الساحة الفنية بعيدة عنها يعني. ولكن يعني كانت تلك المسافة بينك وبين الجمهور، يعني اللي يحبك واللي يسمعك. كان واحد غادي نقولوا كل واحد واشنو كيختار، اش غادي يدير واش. نعم. انا كنت من الناس اللي يمكن قصرت في حقي، ما غنلومش غير المسؤولين الاعلام ولا لا، كنت انا شويه انانيه، كنبقى بوحدي، ما نبغيش نقرب. مثلا جاء فنان عندنا، ملحن او كاتب، نمشي لعنده ونبقى نهضر معاه ونقول لي خصك تصاوب لي هذا، لان تيلمو ما هو عاجبه صوتي خصو يناقش معايا هو الموضوع. يعني هذه ماشي انانيه، هذه عزه نفس يمكن. يعني هذه انه انت واثقه من امكانياتك. ولكن الفنان سيده سعاد يعني ما يلزمش ينتظر انه نجو
ان تطبطبوا على بابه من شان انه يخدم، لازم يكون حاضر في الساحه الفنيه اكثر. لا بالعكس، انا 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 ضد هذه الفكره، لان مادام الباحث يعني الملحن او انا ما غنلومش الكاتب، غنلوم الملحن، حيت الملحن اللي كيقول لك كاين واحد الصوت هو مقتنع به، يعني المفروض خصو يجي لعندي. نعم يجي لعندي، وغادي نقول انا بكل فرح. ولكن يعني عدنا والعود احمد. رجعنا والحمد لله اللي رجعتي، لانه الساحه الغنائيه والفنيه يعني السيد هامي انه هي بحاجه لمثل هذه الاصوات، لمثل هذه الكفاءات. انا يعني جاتني قبيله واحد الابتسامه، لان بغيت نقول لا، الفن يسعى اليه. دابا عندها امكانات تبارك الله، ولكن كيف كنسميها الصوت الغير مبستر. هذه بالضبط المقطوعه اللي دوزنا ديال انت عمري. نعم. كانت على حسب الروات انها كان فعلا تقارب بين المغنيه المرحومه ام كلثوم وبين الشاعر، وكان دار في البدايه دار شوقوني عينيك، ولكن هي كانت غيرت الكلمه المطلع الى رقاوني. نعم احمد، هنا في نفس السياق فعلا نحن نتحدث عن الشاعر احمد شفيق كامل، وفي تقارب وتزاوج حقيقي مخصب بينه وبين الملحن الكبير محمد عبد الوهاب ايضا. طبعا حينما تلتقي الكلمه مع الاداء، مع اللحن، مع الوعي الغنائي الذي يستهدف اساس القيم النبيله وليس الربح، ومع الصوت الذي يستهدف جمال القلوب وليس جمال الجيوب، في الحقيقه ينتج لنا الروائع الخالده التي ما زلنا نكررها حتى الان. طيب ابقى معك احمد، يعني انتم الشعراء وكتاب الكلمه الراقيه العميقه، يعني النصوص الشعريه المغنات، برايكم انتم متفرجون على ما يحدث يعني في الساحه الفنيه والغنائيه اليوم، لماذا يعني ليس لديكم هذاك الدور يعني مشان انه تعقموا شويه وتنظفوا هذه الساحه او رداءة الكلمه؟ اين انتم الشعراء؟ في الحقيقه نفس السؤال النفسي الذي طرحته الاستاذه، كيف يمكن ان تخترق ساحه لها شروط لعبه مختلفه تماما عن الفن، ساحه تتحكم فيها. ولكن هذا هو الحل سي احمد؟ لا، نبقاو احنا ليس هذا الحل، يعني نحن نوصف اولا، لنصف العلاج يجب ان نعرف الداء اساسا. الداء الذي تعاني منه الساحه الفنيه الان هو سيطره ثقافه البوز، ثقافه الاوديونس، ثقافه عدد المشاهدات في اليوتيوب، وهي معايير خارج النص نفسه، خاضعه لاشتراطات ولعقود اخرى ترفع نسبه المشاهده وفضائح كثيره في هذا المجال. ما اريد ان اشير اليه هو ان الشاعر غير متفرج ابدا على لان المنتج الذي اصبح الان هو القائد الاساسي للحراك الغنائي، بعدما كانت المؤسسه او بعد ان سحبت يدها المؤسسه الرسميه لدعم الأغنية، صار هو الذي يفرض شروطه على المغني الذي يريد أن يعيش شهرته ونصيبه المادي، والذي لا يتحقق حسب رأي المنتج إلا طيب من خلال ترويج الرداء. ولكن أمام كل هذه الرداء، يعني ما يلزمش الواحد أنه يبقى هكذا حاطي يديه وحاطي يده على خده ويشوف بها، يعني ربما يعيش هذه الرداء ويسكت، لأنه السكوت عن الغلط هو بحد ذاته غلط. ما رأيك سيدة سعاد؟ غلط. نعم. غلط كبير. هو اللي كنشوف حاليا هو المضمون ديال الاغنيه المغربيه ما مستعدينش يغنيوها للجمهور المغربي. كتناقش مع المغني علاش هذه الاغنيه هي بهذه الطريقه هكا وبهذا، يعني كتسوق الاغنيه المغربيه، ما كيفكروش في الاغنيه المغربيه حد ذاتها في المغرب. نعم. كيفكروا بان هذه الاغنيه غنغنيها في دبي، غنغنيها في الامارات، غنغني، يعني انت ما كتسوقش للجمهور المغربي، يعني الاغنيه ديال بلادك. حنا واحد الوقت تشهرت الاغنيه المغربيه بواحد المستوى عالي، مستوى حجم كبير. نعم. منهم نعمة سامح يا كجرحي، من الهلا يزيد كثار، حجبوك لدى القمر الاحمر، يعني هادو عمالقه ديال وصلوا الاغنيه الى بعض. فلهذا هذه الاغنيه دابا حاليا اللي كيقولوا حنا مع الموجه، حنا ماشي ضد الموجه، اعطونا كلام نقي نظيف نسمعوا انا ويسمعوا هذا ويسمعوا هذا، ماشي ناخذوا السوق حيت غادي نغني انا في خارج المغرب، يعني مساله ماديه. طيب يعني تفضل. غير غنجتر من الكلام ديالها واحد فكره، الا كنا فشلنا
مثلا ككتاب كلمات، ما نقولش الشعراء لان حاشا الشعراء دائما متفوقون، ولكن كتاب الكلمات هنا فرق كبير طبعا. اذا كان كاتب كلمه تفشل في ايصال ماده مكتوبه غتكون يعني غتلحن وغتكون اغنيه وفشل في العواطف، اننا نعبروا على عواطفنا، كيفاش غادي نعبروا على القوميه ديالنا والوطنيه بحال هكا؟ كيفاش غادي نفكروا حنا اننا غادي نحاولوا نصفوا الاغنيه المغربيه في بلادنا او الاغنيه الوطنيه أو حنا الكاتب راه فشل حتى في العواطف ديالو. صحيح. يعني طيب سنكمل الحوار مشاهدينا، هذا الحوار شيق مع ضيوف الكرام، لكن بعد هذا الفصل الاعلاني ارجو ان تبقوا معنا. نعم. إذن عدنا مشاهدينا لمواصلة هذا الحوار الشيق اليوم حول النص الغنائي والشعر الغنائي في الأغنية المغربية التي طبعا تستحق منا الكثير. يعني أحمد، طبعا تحدثنا وشخصنا ربما هذه حالة الرداءة، برأيك يعني من المبتعد عن من؟ القصيدة أم الأغنية؟ يعني شكون اللي مبتعد؟ القصيدة مبتعدة عن الأغنية أو الأغنية عن القصيدة؟ الحقيقة هذا السؤال سؤال عميق جدا، لأنه أيضا ذو شجون. في الحقيقة هناك تباعد مشترك لنكون واقعيين حتى لا نظلم الأغنية المغربية أيضا. الآن الشعر العربي بشكل عام في تطوره انزاح ابتعد كثيرا عن الغنائي، عن الوزن، عن الإيقاع، عن الكلمة التي يمكن أن تصلح أن تغنى في شق منه طبعا. وبالمقابل لم يعد صاحب الأغنية يراهن كثيرا على الكلام الذي قد يحتاج إلى ميزانية ضخمة لإنتاج هذه الأغنية بكل يعني بالإمكانات التقنية التي الآن يتجاوزها لإنتاج أغنية لا تتجاوز 3 دقائق، بدليل أن هذا المنجز الضخم الذي تتحدث عنه لم يتجاوز في 2016 120 دقيقة فقط، يعني ساعتين من الأغاني التي يمكن أن نجمعها إلى بعضها البعض، وهذا ليس بإنجاز كبير في الحقيقة. نعم. مقارنة مع أغنية واحدة كانت في الزمن الجميل تستغرق نفس المدة أو أكثر. أعتقد أن الشعراء أيضا لابد لهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، ولكن حينما نسمع الأستاذ يتحدث عن عدم القدرة على اختراق هذا المجال لأن عزة نفسها وكبرياءها الفني يمنعها، نحن نحتاج إذن الآن في هذه اللحظة إلى وسيط حقيقي. نعم. هذا الوسيط الذي يجب أن يجمع هذه المكونات مرة أخرى ويربط. نعم. ويربطها الأغنية مع الناس اللي هم. نعم. عندهم مؤهلين لهذه الأغنية. هذا الوسيط الذي. نعم. قام به في فترة حساسة وحرجة من تاريخ المغرب في مرحلة الثلاثينيات والمغرب يصارع. نعم. لأجل أخذ استقلاله، أخذ مبادرة الملك محمد الخامس حينما أسس جوق 55، وحينما أسس بعد ذلك الجوق الوطني للموسيقى العصرية، وكان يدفع في هذا الطرح. وقد تفائلنا نحن خيرا حينما رأينا مشروع توريا جبران في وزيرة الثقافة السابقة حينما تحدثت عن صندوق دعم الأغنية المغربية، واعتقدنا أن فعلا هذا الجليد سيتكسر بين أصحاب الكلمة الحقيقية الراقية وما بين الملحن والمغني، لكن سرعان ما لم نعرف مصير هذا الصندوق. نعم. الذي أصبح صندوق أسود لا نعرفه في الحقيقة. إذن سيدة سعاد، يعني ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني هناك يعني لابد من وجود وسيط ربما يربط هذه المنظومة الفنية، يعني يربط العناصر لكي تكتمل هذه المنظومة، ما رأيك؟ في هذا الوقت الحالي ما. نعم. ما تقدرش تجمع ما بين. آه. الشعر وما بين. آه. لأن الساحة خاوية. ما كاينش اللي غادي. يعني ما كانش ناس غيورين على الفن، يعني معقول ما كانش ناس غيورين على الفن الراقي؟ دابا واحد الفتره خديت شي اعمال اغاني مغربيه، يعني الحان والكلمات هذا لقيتهم محتاجين اللي يغني هذه الاغنيه مغربيه. نعم. حاليا كنسجل داخل الاستوديو، يعني اغاني الشكل ديال نعيمه سميح، لطيفه رأفت، هذا يعني موضوع لحن، الطريقه ديال توزيع الموسيقى يعني كتشرف. نعم. انا كنحس بان خاص الاغنيه المغربيه يرجع لها الاعتبار ديالها بهذا، لان غتحارب باش تقول علاش ما كاينش المسؤولين، ما كاينش حتى واحد ما غادي ينوض، حتى واحد ما غادي يهضر، حيت. نعم. ما كايناش الرقابه. آه. واحد الوقت كان الفنان ما كيغني حتى كيدوز قدام واحد الفئه كبيره من كتاب ومن شعراء من ملحنين،
جوك وطني عاد كيغني ويا ترى يتقبل ولا يترفض، ولا ترفض ما كيعاودش يرجع. نعم دابا حنا لا اللي ما كاينش ما كيترفض حتى واحد، صحيح كيدوز للاسف مرفوضين المفروضين. يعني للاسف سيد هامي، يعني الشعر الكلمه المغنات، يعني حتى يعني تحدثنا يعني قبل هذا الحوار وقلت لي انه اليونانيون لا يفضلون كلمه القى الشعر بل غنى الشعر. هو اكثر من ذلك، يعتبر خطا لغوي ان تقول باليونانيه قال شعرا او القى قصيده. نعم يقولون غنى شعرا ولو لم تكن مصاحبه موسيقيه او لحن. وهذا ما اكده ايضا الشاعر العربي منذ العصور الاولى حينما قال حسن بن ثابت: تغنى بكل شعر انت قائله، ان الغناء لهذا الشعر مضماره. صحيح. نعم. طيب سنبقى معك سي تامي، يعني انت كذلك عازف قانون، هذه الاله يعني الاصيله التي رافقت يعني ربما ازدهار الاغنيه العربيه يعني على مر العصور. يعني يا حبذا ولو تترجم لنا بعض الابداعات الموسيقيه بمقطوعه بمعزوفه. واش رايك؟ ندير واحد الكوكتيل من بعض المقامات اللي هي كتربط بين المغربي وبين المشرق، نشوفوا التلاقح اللي يمكن يكون فيه. عليك. يعني هذه معزوفات هي شعر، هي شعر أشبابك ظل فرابي الذي أضحك وأبكى وأبكى وأبكى. سنبقى في هذه الأجواء. يعني هناك أحمد يعني شعر كلمة مغنات، ولكن هناك شعر موزون لكن يصعب غناؤه. هل لك أن يعني تعطينا مثلا نموذجا وأن تلقي أو تغني الشعر كما قال يعني سيد هامي هكذا بصوتك بإلقاء لا رفقة القانون ده يعني الشعر الذي لا يصلح أن يكون يعني يصعب، يحتاج إلى احترافية كبرى. نعم. قد أعطيك نموذجا من الشعر من القصيدة يعني بعيدة عن الأغنية نسبيا، ولكن وهي قد تحمل ألحانها معها، تحمل ألحانها معها مثلا من البحر البسيط. والموضوع والموضوع حول المغربيات، المرأة المغربية، وتحية نعم تحية للمرأة المغربية وتحية للمرأة العربية يعني بشكل عام. ونحن نعيش عيد العالمي للمرأة والأم أيضا، وأحتاج دائما في كل منصة عربية وفي كل بلد أزوره إلى إعادة تعريف المرأة المغربية الحقيقية التي تتعرض للكثير. أتحفنا يا شأن وشأن الأغنية نفسي. تفضل. المغربيات، المغربيات عطر ما يجس يدي كي يقتفي أثرا من وردهن ندي، عطر توغل في حنائهن لذا تخاله عالقا في نقشها البلدي، والمغربيات موج حين يغمرني قفطانه
ذلك المغزول من زبدي، موج وفي لإيقاع الحواس على بحر الأحيدوس، لم ينقص ولم يزد، قد صاغهن البها من فتنة قسمت منها الخلائق بين العشق والحسد. والمغربيات تلك الكادحات دما يروي البلاد، وما زال التراب صدي يحملن سقف السماء، قل يا إله لما قد قيل إن السماء تعلو بلا عمد. والمغربيات قد يشربن من دمهن إن عطشنا ولا يروون من أحد. والمغربيات أم الشمس أخت مدى من العصور وبنت الظبي والأسد. غد المرسكي إذ أنساه موعده الرومانسي ما يخفيه بعد غدي. والمغربيات حلم قد تبدى على الرصيف ولم يعبر على خلدي. والمغربيات لو يعطينا نرجسة الحكومة لم تذبل ولم تبدي. والمغربيات ما خن البلاد ولا تلك الأنوثة غلت في الحديد يدي. والمغربيات أمي حين تحضنني جرحا يلخص نزف الأرض في ولدي، كأن والعمر يا أماه يعبرنا لم ينقطع حبلك السري من جسدي. والمغربيات أنتن اللواتي هنا، والمغربيات يا من هؤلاء هنا تسمعنني فأراني شاعر البلد. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، وشكرا لهذه المرافقة الجميلة. كذلك سيد هامي، تحية طبعا، تحية لكل المغربيات، المغربيات اللواتي تفوقنا في مجالات عديدة يعني، ولدينا نموذج كذلك سي أحمد، يعني الفنانة سعاد حسن كذلك التي أبدعت وتفوقت في مجال الفن. المغربيات يا صديقي، أنا أتساءل كيف لهذه الكائنات الرجولية الخشنة تعيش مع هذه الكائنات الملائكية على أرض واحدة. لا لا دابا ما تسمعهمش هكذاك، ما تسمعهمش هكذا سي أحمد. طيب بالعودة يعني لموضوعنا، يعني هناك من يقول أنه للارتقاء أكثر بصناعة الأغنية المغربية لابد من وجود قنوات تلفزيونية، قنوات فضائية تحتضن كل هذا الكم من الأعمال الغنائية. ما رأيك سيدة سعاد، هل أنت مع هذه الفكرة؟ أنا مع الفكرة إلا كانت كاين واحد التوازن عدلي، يعني العدل يعني ياخذوا المضمون ديال البرامج المغربية، يعني الأغاني المغربية كل حاجة بحقها وكل حاجة بقانون. يعني حتى في القنوات لازم يكون هناك لجنة رقابة لتقييم الأنواع وانتقاء الأنواع التي يعني تستحق أن تكون معروضة. لكن هناك فئة أخرى من الناس، يعني كاين ناس قال لك أنه لازم يكون قنوات تلفزيونية، ولكن كاين فئة أخرى قال لك أنه القناة التلفزيونية اللي يعني تبث 24 ساعة ل 24 ساعة، يعني لابد من أنه تملأ فراغ هذيك المساحات البث وتضطر لاحتضان كل ما هب ودب في الساحة الفنية. واش رايك؟ هذا شيء مؤسف، هذا إذا كان فقط غنيمة الفراغ لأنه 24 ساعة 24 ساعة مش ممكن أنه قناة فيها 24 ساعة أنه تكون كل الأعمال يعني ذات جودة عالية. لا وأحرى تكون لو طبعا احنا ما كنوجهوا للطلب حتى لشي حد، كنت نتمنى ان تكون قناة خاصة مثلا بالموسيقى المغربية القديمة، بالنصوص القديمة، بالتلحين القديمة، وال يعني البث يكون خاص بهاد النماذج، مثلا ملحون، آلة، غرناطي، المدارس القديمة ديال اللي هضرنا عليها، حسين السلاوي، إبراهيم العلي، كاع الناس. يعني هنا حنا خصنا، ولكن الأكثر من هذا، هاد القناة هادي دابا اللي كنتصوروها سنقوم ما قامت به مثلا الدولة في واحد الوقت في الأسامي بالنسبة للحالة المدنية، كنقولوا ما ندخلوش أسامي ما كيناش عند المغاربة بالخصوص، إذا نحيدوا هذاك الشيء، الحاجة كاع الأغنية أو النص أو الكلمة اللي غادي تسيء للقاموس المغربي نحيدوا، نديروها في قناة خاصة، واللي الناس اللي كيميلوا لهذاك اللون راه غادي يمشيوا ليه بكل. نرجعوا للمطربة صاحبة الصوت الجميل القوي سعاد حسن، بعد سمعنا شيء يعني تراث مغربي أو أغنية مغربية أو أي شيء شعر زجلي.
سولت عليك العدو الناي ونغامو، سولت عليك الورد والزهر ونسامو، سولت عليك العود والناي ونغامو، سولت عليك الورد والزهر ونسامو، سولت عليك الياسمين، سولت عيون السهرين، سولت عليك الياسمين، سولت عيون السهرين، سولت عليك كل عاشق والهان، سولت عليك أصحاب الغيوان، لعود عطاني قبار، وعلى النيك شف عليك. تبارك الله عليك. طيب يعني سيدة سعاد، يعني عدت إلى الساحة الفنية وهذا الصوت، يعني لازمنا أعمال بصوتك، أعمال غنائية بصوتك مشان أنه نرتقي. يعني نحن اليوم نلتقي لنرتقي، ولكن أنت عدت لنرتقي أكثر بالساحة الفنية والأغنية المغربية. ماذا تحضرين؟ يعني وش هي دابا راكي تخدمي على أغاني مغربية؟ أحكي لنا شوية. عندي أعمال مع ملحن أستاذ فؤاد شعري وعلي الصالحي، يعني بالشكل ديال الأغنية النعيمة سميح، بدك يعني طربية. نعم، لون مغربي بحت يعني. مغربي. نعم. وسي عبد الواحد التطواني كذلك كاين تعاون. عبد الواحد التطواني. نعم. عزيز. نعم. حسني، سي محمد زيات، حسن ديكوك. كاين اعمال تبارك الله، كنتمنى على الله نكون قريب ان شاء الله. قريب 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 ان شاء الله. ان شاء الله دابا في الاخر د مارس ان شاء الله غنخرج السينجل الاول، الاغنيه الاولى ان شاء الله. يعني بوجود هذه الاصوات سي تامي واعمال كما حكات يعني مع ملحنين كبار وكامل، يعني هذا يساعد على تعقيم وتنظيف الساحه الغنائيه، وش رايك؟ حسب الفرص المعطاة. حسب الفرص المعطاة. حسب الفرص. ما الأزمة ديال الكلمة كاينة، الأزمة ديال الكلمة كاينة، لأن بحال اللي قبيلة شرنا ليه ربما كاين كتاب كلمات ولكن ما كاينش شعراء. وهنا أقصد أن الزجل، الزجل هو ربما راه ب 7000 لغة، اللي بحال اللي محددة المنظمة ديال اليونسكو أنها كاينة 7000 لغة في العالم، ربما راه كاين 7000 لغة كتهضر بالزجل. حنا الزجل اللي عندنا في المغرب كان راقي بزاف. مثلا المدرسة ديال اللي كنسميوه الزجل، فيلسوف رحمه الله سيدي علي الحداني. الحداني. نعم. الحداني ملي كيمشي في زرتون فعاتني زيارة وتيقول لك بعيني شفت الفرحة فرحانة. نعم. قمة الشاعرية، ما سبق لها حتى شي واحد. الور الزجل بحال كيعرفوا الاستاذ غادي يكون على اطلاع اكثر مني في هذا الباب، هدف عند بنو منظور على ما اذكر يشرح ان الزجل جاي من الزجله اللي هي الصوت العالي للناس، او الى قلنا الزجله حمامته اذا هدلت، اذا هدلت صوت الحمامه يعني. ولكن في السياق اللي كنهضر عليه كيشرح بنو منظور في لسان العرب، تيقول لك ان الزجله بالفتح هي الصوت العالي للناس، والزجله بالضم هو الجماعه من الناس. اذا دائما كنشوفوا هنا الارتباط ديال الصوت بالناس دائما كاين. نعم. في الزجل. يعني الزجله او الزجله، يعني لابد من هناك تكون كلمه راقيه، يعني انه ترتقي اكثر بالاغنيه وترتقي اكثر بالذوق العام. احمد، في الحقيقه كان هناك مجموعه من الشعراء الذين استطاعوا ان يبرزوا اكثر في الساحه الشعريه حينما راهنوا على الغناء، لان الغناء هو عمليه انتشار في الحقيقة لا إغراؤها لا يقاوم بالنسبة للشاعر. لكن في المقابل أيضا نجد أن كثير من المغنين استطاعوا أن يخلدوا أنفس يعني أسماءهم في الريبورتوار الأغنية العربية والمغربية من خلال القصيدة الفصيحة أيضا. هذه القصيدة التي يجب أن تمسك العصا من الوسط، لا تغوص كثيرا في التجريب فتسقط في النخبوية الفجة، ولا يجب أيضا أن تنزل وتسف فنسقط في كلمات مثل
دمدومة وغيرها من كلمات الحقيرة الفقيرة التي نسمعها في شوارعنا العامة. طيب يعني الفكرة النهائية هي أن القصيدة المغربية بخير. تارك تأخذ دورك ودور الآخرين سي أحمد في الحقيقة. ولأنه لأنني أنا لأنني لأن الشاعر الشاعر يا صديقي هو الوحيد الذي لم يأخذ دوره بين الملحن والمغني. الوحيد محروم بين المغني والملحن يعني. معليش معليش رد اعتبار يعني. خلي ياخذ راحته ما تقلقش. سيدة سعاد يعني لابد من تعقيم هذه الساحة الغنائية من هذه الركاكة سواء في النص أو في اللحن أو في الأداء. كيف يمكن كيف نساهم يعني في تعقيم هذه الساحة؟ لا ما كانش هكذا. لا أنت كفنانة أنا يعني لازم أنا من اللي غادي تكون شي حاجة غنكون معهم اللي غادي خص البداية. ولكن الناس الكفاءات الكبيرة والفنانين الموهوبين وكامل ما لازمش يجلسوا في الدار ويقولوا أنه الساحة لازم تعقم. ما تعقمش وحدها الساحة. لازم عمرها تعقم وحدها لأن خص يكون تكون واحد اللجنة وخص تكون واحد وقفة ديال إرادة غيرة على الأغنية المغربية. خص تكون واحد الغيرة. إلا ما كايناش الغيرة وما كاينش ذاك الإحساس ديال أنا مغربي علاش كنسمع هذا الشيء وما يمكن لياش النون. صحيح صحيح. طيب تكون واحد التصفية. طيب برأيك يعني كاين أصوات كذلك الجيل الشباب كاين أصوات كبيرة. كاين أصوات كثيرة جميلة كثيرة. نعم كثيرة. يجب أن تحتضن يجب يعني أن يعطى لها مثلا النص الجميل اللحن الجميل. تبارك الله عليهم شباب ورده بحاليا تنعيشوا هجره الاصوات فوالا بحال لي جو ديال البرازيل. الناس كيهاجروا اصوات كتهاجر يعني راه يتهاجر هذه الاصوات لانه ما كانش امكانيات ما كانش نصوص ما كانش الحان. علاش علاش كاين طيب علاش مثلا كاين فنانين يجوا من بلدان عربيه يجوا عايشين هنا في المغرب وعايشين وراهم يخدموا كل شيء لماذا المغربي يضطر انه يترك البلاد مشان يروح للمشرق مشان يتشهر؟ الور هما يجوا يتشهروا هنا في المغرب. ايوا تما راه الشركات المنتجه كثيره اولا، ثانيا ان البث عبر القنوات كثير موجود اكثر. هنا راه كاين شويه ديال الحيف كاين شويه ديال الحيف في حق الفنان. هنا كاينه واحد النقطه اللي هي مهمه هو ان احنا كفنانه مغاربه نعم احنا ما كاينش داك التشجيع الفنان باش نكون معك واضحه. الا انت صوتك مزيان غادي يجي واحد غادي يهرسك مراتك ولو انت فنان في واحد المستوى عالي. نعم حنا ما كنعطيوش قيمه لبعضياتنا. ومع كامل احتراماتي انا ماشي ضد الناس اللي كيجيو يخدموا في المغرب، لا انا كنغير. علاش كنغير؟ حيت ملي كنشوف مثلا لبناني مصري معليش غنى كيجي واحد صاحبه كيهضر عليه كانه كيهضر على محمد عبد الوهاب. حنا ما عندناش هذا الروح والتشجيع. هذا ما كانش هذا التشجيع. احنا باش نكون معك واضحه انا ما كنعرفش هذا. معليش تفضل. احنا ما عندناش هذا الروح ديال التشجيع بيناتنا نشجعوا بعضياتنا. ربما كذلك ابعد من ذلك ما كانش ثقافه صناعه النجم في المغرب. يعني لا. ربما في المشرق وفي البلدان العربيه كثيره يصنعون النجم من لا شيء صناعة. وهنا توجد يعني يوجد كم كبير من النجوم لكن لا يتم متابعه هؤلاء الطاقات وخلاص فقاعات ويروحوا خلاص. نعم في نفس هذا المحور احب ان اشير في الحقيقه الى دور المؤسسه الرسميه وخصوصا وزاره الثقافه التي لابد الان وان تخوض هذه المبادره لان هناك اصوات صحيح. اثبتت جدارتها على المستوى العربي بدليل هذه المسابقات العربيه الدوليه التي يفوز بها المغاربه. هناك الحان وصلت الى العالميه وهناك شعراء صحيح. من عبد الرفيع الجواهري وصولا الى بلال الدواس الذي هو على مرمى حجر هنا من طنجه. نعم. كلهم اتقنوا وابدعوا في كتابه القصيده الغنائيه. طيب هذا راي الشاعر. طيب انت نعم. كموسيقي سيد هاني كيف يمكن صناعه الان اغنيه ممكن ان تعمر يعني ممكن ان تدخل خانه الخوالد برايك؟ اول شيء خص تجمع كلمه نعم مزيانه كلمه قويه شاعريه صحيح يتجمع لحن جيد راسين ما يكونش مبني على دابا اللي كنسمعوه. كاين الناس دابا يجتهدون تفطرات بالجهل ماشي فقط في الجديد يجتهدون بالجهل. واحد ما عمرو ما سمع شي تراث معين تيقول لك غادي ندير فيه لمسات ابداعيه ما يمكنش شيء. بحال سمعنا شي واحد مشرقي مثلا قبط اغنيه ديال المرحوم سي محمد درويشه ودار لها شي توزيع وقالوا علاش اش قالوا؟ قالوا حنا لينا حنايا كموسيقيين
علاش انتم ما قدرتوش تكتشفتوا هذه المواطن الجمال اللي دار هذا السيد؟ للاسف نعم للاسف يعني يجب ان تجتمع عده عوامل عده مفاتيح النجاح يعني لصناعه طبعاً. الاغنيه سيده سعاد يعني يجب ان يجتمع كذلك الملحن المطرب والشاعر كذلك لصناعه الاغنيه بشكل احترافي ما رايك باش حيت انا كنسمى روح ديال روح فنيه نعم باش الفضل يرجع هذا هو المشروع الفني الفضل يرجع للشاعر والملحن وكيكمل الفنان اللي غادي يؤدي نعم باش تعطى اغنيه مزيانه خص يكون واحد الروح متفائله متفائله بالمستقبل ان شاء الله نعم كلمة أخيرة سي أحمد قد أقول إنني متشائل شيء من التفاؤل وشيء من التشاؤم لكن ميال للتفاؤل أكثر ميال للتفاؤل أكثر لأن البقاء للأجمل نعم. والبقاء للأنبل والبقاء للروح نعم. وللفن الحقيقي نتمنى كل الخير للفن في المغرب كلمة أخيرة سي أنا كدائل يعني كذلك مع متفائل فقط يرجعوا الكتاب الكلمات أو الشعراء يرجعوا لما يسمى بالمرمى اللي هي البحر الشعري ديال القدماء يقدر الكلمات تمشي في المسار ديالها مزيان الفنان الموسيقي تامي بالحواد شكرا جزيلا لحضورك شرفتنا السيدة سعاد حسن نتمنى لك كل التوفيق والتألق أيضا في مسيرتك إن شاء الله شرفتينا الله يطول عمرك إن شاء الله نراك في مواضيع أخرى وفي حلقات أخرى إن شاء الله أنا مرحبا معك. بك أنا دائما معك. مرحبا بك الله يطول عمرك المبدع الشاعر كذلك الباحث والإعلامي أحمد الحريشي شرفتنا شكرا جزيلا دائما حضور جميل وأنت الأجمل يا حسام شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا إذن مشاهدينا لا يختلف اثنان على أن حضور الكلمة بمعناها ومبناها في الأغنية لا يغني عنه شيء فالكلمة تعبير لفظي عن معنويات النفوس ومكنوناتها فالكلمة الموزونة المغنى تصنع المعجزات في وجدان المتلقي فتلاقي الكلمة الندية بالنغمة الشجية يزيد من سحر وجاذبية الإبداع في أسماع عشاق الموسيقى فتستحق الكلمة أن تتبوأ مكانا عاليا في التركيبة الموسيقية لتكون أساس الأغنية التي تستهدف الشعور قبل الظهور والقلب قبل القالب نقطة انتهى نعتز بوفائكم لقناتكم الوفية دائما لكم ميديان تي في تحية وإلى اللقاء